السلام عليكم البنات، صباح الخير صباح النور. ما عرفتش امتى غتكونوا كتشوفوا هاد لا فيديو. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وكلكم في احوال طيبه. ان شاء الله في هاد لا فيديو غادي نشارك معكم غوتي ديال الاسبوع كامل. غندير معكم مجموعه من الوصفات اللي غادي تنفعني مع الاطفال ديالي لمده اسبوع كامل. الغوتي ديالهم ولا الفطور ديال الصباح، ولكن بزاف بزاف غادي يكون الغوتي. غادي نحضر معكم ان شاء الله ثلاثه ديال الوصفات اللي كتكون ناجحه. الاولى غتكون الكوكيز، ومن بعد غيكون واحد الرولي بالكونفيتور، والثالثه غادي تكون واحد لي غوف، يعني وصفه ديال لي غوف اللي كتجي ناجحه 100%. وهذا الشيء كيبقى على حسب كل واحد كيختار الوصفات اللي كيبغي وكيختار شحال من وصفه غادي يدير. المهم كما قلت لكم هاد الطريقه كتسمى باتش كوكين الا كنتو كتسمعوا بها. انا صراحه عمرني ما استعملتها في الاكل، كاين بزاف ديال الفيديو ديال البنات كيديروا هاد الطريقه في الاكل ديال الاسبوع. انا جربتها دابا غير في الكوتي، كما كتعرفوا ضروري ومؤكد انا بعد ليا شخصيا ناخذ الكوتي ديال الدار الاطفال ديالي. غير مو فاش كنكون هكا عيانه ولا شي حاجه كنمشي لهم شي حاجه من السلطه. فكما كتشوفوا خديت هاد لي بواط هادو، واخا ماشي هاد لي بواط باش خصني نكونسيرفي هاد الكوتي ديالي. نورمالمون خصني لي بواط ديال الدجاج عندي، ولكن ما غاديش يكفيني. فشويه بشويه حتى نوجد ان شاء الله الحوايج اللي نقدر نكونسيرفي فيهم، وباش نقدر نعتمد دائما على الطريقه اللي انني ما كنديرهاش دائما، كنديرها مره مره. فقلت هاد المره علاش لا نشارك معكم ان شاء الله، نستافدوا من بعضياتنا. وحتى نتوما الى عندكم مواصفات اللي تقدروا تفيدونا بها ان شاء الله ما تبخلوش علينا في التعليقات. فاول وصفه غادي نبداو معكم هي لي كوكيز، اللي غادي نحتاج فيها 30 غرام ديال السكر فانيلا. انا استعملت غير 20 غرام، 110 غرام ديال الزبده الدائبه، 200 غرام ديال لافارين، و10 غرام ديال خميره الحلويات، و70 غرام ديال السكر. من الاحسن يكون السكر الاسمر، 200 غرام ديال حبيبات الشوكولاته، انا درت غير 100 غرام، وبيضه واحده، وقبصه ديال الملح. دو فاصون جميع الوصفات غادي تلقاوهم ان شاء الله في صندوق الوصف. غادي ناخذ السكر مع الفانيلا ومع الزبده ونخلطوهم مزيان. من بعد كنزيدوا واحد البيضه، من بعد كنزيدوا فارينة مع التخلاط كذلك. من بعد فاش كنخلطوا كلشي ما كيحتاجش بزاف نخلطوه كما كتشوفوا هنايا في الصوره، غادي نزيدوا لي بيبيت ديال الشوكولا، وغادي نديرهم في واحد البلاطو هكا هزم معلقه، كنديرهم بمعلقه ونحطهم فوق البلاطو، وغادي ندخلهم للفران اللي مسخن بدرجه حراره 200 واحد 12 دقيقه، 10 ديال حتى 12 دقيقه على حسب الفرن ديال كل وحده. من بعد فاش كنحيدهم كنخليهم كيبردوا مزيان، حيت هما يعني كيخرجوا رطبين رطبين بزاف، ما تهزوهمش مباشره، خليهم يبردوا تيبردوا عاد يعني تقدموهم بالصحه والراحه. بالنسبة للوصفة الثانية غادي نخدم معكم واحد الغولي اللي غادي ندير فيه من الداخل، غادي ندير فيه الكونفيتور ولا نتوما ديروا على حسب شنو بغيتو، بطاطا تارتيني اللي بغيتو.
اللي غادي نحتاج فيه 100 غرام ديال الطحين، غنحتاج فيه نص باكيه ديال خميره الحلويات، 100 غرام ديال السكر، و 4 ديال البيضات. في الاول غادي نخدم اصفار ديال البيض مع السكر ومع الفرينه، ومن بعد انا كنت خليت بياض البيض انه يعني يطرب ليا، كنزيد الخميره، ومن بعد كنزيد بياض البيض. سهله بزاف هذه الوصفه، كنزيد بياض البيض وكنبقى نحرك غير بسباتول هكا حتى كنكمل وكيكون عندي الخليط يعني كيكون هكا شويه سائل. فكناخذ واحد البلاطو ولا صينيه ديال الفران، كنفرش عليها ورق الزبده، وكنفرش عليها هاد لاجينواز ديالي، كنفرش عليها هاد لاجينواز ديالي، وكندخلها للفرن اللي كيكون مسخن بدرجه الحراره 200 مده 10 ديال الدقائق. بالنسبه للجينواز حاولوا انكم تسرحوها مزيان لانها كتنفخ في الفران حيت فيها الخميره، يعني غير سرحوها ما تخافوش، ومن بعد راه هي غادي تنفخ لكم ان شاء الله في الفرن. كما كتشوفوا انفوا كملت يعني اللاجينواز ديالي طابت لان ما كتاخذش الوقت. خديت ورق الزبده ودرت من فوق السكر، وغادي نشد لاجينواز ديالي واخا سخونه، غادي نقلبها على داك الورق، وغادي نحاول نقلبها مره ثانيه. وانا كنت موجده واحد الزيف ديال المطبخ اللي كنت درت ليه الماء ونشفته يعني عصرته مزيان، كنشدها وكنروليها عليه، كنروليها باش كنخليها تاخذ هذاك الشكل ديال الرولي، كنخليها حتى كنكمل عاد كنحلها وكندهنها بداك الشيء اللي بغيت، يعني بالشوكولات ولا بالكونفيتور ولا باي حاجه بغيتو، ويعني كنخليها هكاك وكنقطعها من بعد. اما بخصوص الوصفه الثالثه فهي لي كوفر اللي فيهم 250 غرام ديال الدقيق، 250 غرام ديال الحليب، قبصه ديال الملحه، 80 غرام ديال السكر، واحد ساشي ديال الفاني، واحد ساشي ديال الخميره الكيميائيه، وفيها 125 غرام ديال الزبده المذابه، و3 ديال البيضات. كما العاده فصلت الابيض على الاصفر وخليت الابيض كيتطرب. فهنايا البنات كندير كاع النواشف كلهم، يعني السكر، الخميره، الفرينه، كاع النواشف درتهم. عاد كنزيد اصفر البيض وكنخلط مزيان كما كتشوفوا، كنزيد الحليب، وفي الاخير كاع كنجيب داك بياض البيض وكنحاول ندخلو لهاد لاباري ديالي غير بالخاطر، وكنطيبهم مباشره، يعني ما كنخليهمش يخمروا ولا حتى شي حاجه، كنطيبهم مباشره. We'll be right back.
اونفا البنات كملت دابا عاد غنهضر معاكم. كملت الحمد لله هاد الثلاثه الانواع ديال الكوتي اللي غادي يعاونوني في لا سيمين هكا باش اوبتيميزي لو طون لينيرجي. كما كتعرفوا البنات كنقول لكم انا ما كناخذش لي كوتي ديال على برا فريمون خصني نكون عيانه. بحال البارح مثلا ما كنتقاديش لولادي والو ديتهم هكا نيشان نمشي ناخدينا دوك لي بيتش هذوك الخبيزات هذوك الخبيزات ديال الحليب هذوك اللي كناخذ زعما فاش كنكون هكا عيانه ما قاداش ندير الكوتي. فكما كتشوفوا الكوكيز ها هو على مزينات البنات. غنهرس لكم وحده باش تشوفوها كيجي هشيش كيجي زوين بزاف بزاف بزاف. دابا راه خصو يبرد مزيان باش عاد هذا ولي كوفر حتى هما كيجيو مقرمشين وزوينين. سمعوا التقرميشه كيجيو مقرمشين وزوينين. ودرت هاد لي غولي هادو المره الجايه ان شاء الله غادي نرقق لاباط. المهم راه شي قديتو في ساعه ونص قولوا هكا ساعه ونص قديت الطياب ديالهم وكل شيء. كما شفتوني ما كنبدلش سميتو البول فاش كنخدم حيت درت كل شيء في يعني مره واحده صافي. كنت باغا نزيد البانكيك حتى هو ولكن صافي ما عادش شت ليا الوقت غير هادو غادي نكتاو فيه بهم راه غادي يقدونا ان شاء الله. دابا غادي نجمع كلشي نوريكم لي بواط فين غادي نجمع. نورمالمون خصني نجمعهم في لي بواط ديال الدجاج. ما عندي لي بواط ديال الدجاج دابا عامرين فيهم شي حويجات هكا في الثلاجه غادي ندير في هادو حتى ان شاء الله نشوف اشنو غادي ندير المره الجايه. دابا غادي نجمع كلشي ديجا غنعطي الوليدات باش غادي يديروا الكوتي غنعطيهم لي كوف حيت هما اللي كثارين. وهادشي الاخر راه غادي نجمعو اللي غادي دار مثلا في المجمد غادي نديرو في المجمد. بقات جبدي ليهم هكا مثلا بغاو يفطروا في الصباح تعطيهم هكا واحد كوكيز لواحد مع داكشي الاخر اللي كتعطيهم. الا كانت العشيه راه كتجبيها على تساعه وكيدي كونجلا كلشي فوالا. كاين اللي غايقولوا لي لا من الاحسن ديري حاجه بحاجه. البنات راه انتم عارفين راه الوقت راه ما كايناش دغيا كطير سبحان الله العظيم. وانا عندي 77 حاجه نديرها يعني ما غاديش تكون عندي الوقت فريمون. انا كندير الكوتي يوميا وكنعيا يعني الوقت اللي غندير العشاء كنخدم الكوتي حيت كما قلت لكم ما كنشريهش. فكنعيا انا ضد صراحه ضد هكا لي كاطو ديال الزنقه الا في حاله الى عييت وابخي يحسن عوان ديال كاع الامهات يعني كل واحد كيدير داكشي اللي مسلك وداكشي اللي مخرج. ودابا غنجمع هاد الخير ديالي و هادشي اللي كاين. فوالا البنات هاني جمعت كلشي دابا بقى ليا غير نغطيهم. هادو خليتهم للدراري يديروا بهم الكوتي دابا وحتى انا نيت. فوالا هذه هي لوغانيزاسيون ديالي ديال هاد الاسبوع هذا. بيان سور الا كانت عندي شي وقيت راه غادي نقاد حاجه اخرى باش نبدل ليهم. فوالا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد الوصفات. فوالا البنات درت عندكم شوفوا الماعن غادي ندير راني نيت يلاه بديت كندير كلشي في هذاك لا ماشين. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد الوصفات وانهم يكونوا نال الاعجاب ديالكم. صراحه كتنقصي عليك الجهد كتنقصي عليك التعب كتنقصي عليك الماعن يعني كديري كلشي مره واحده. هاد التقنيه سميتها الباتش كوكين على ما اظن. كنت قريتها شحال هادي وكنت كنتفرج في دي فيديو ديال البنات كانوا كيديروا الماكله ديال الاسبوع كامل. انا هذيك المرحله ديال الماكله مازال ما وصلتهاش صراحه. جيم غي بيان اني ندير لي بلا هكا ديال سميتو ولكن خصني نستعد ليها مزيان ناخذ هكا دي بوط ديال الزاج اللي يكونوا ديال سميتو. يلا دابا بديت كنبدل داكشي ديال الميكا وكناخذ ديال الزاج ولكن مازال ما عندي الكافي. وهذا ما عرفت مالو البنات. واش عندكم البنات اللي عندهم واش عندهم هذا المشكل وليت فاش كندير فيه السوائل ولا كيسيل داك السوائل فريمون جو سوي ديغوتي. المهم ما كاين مشكل. قريت في انترنيت واش كاين واحد البيزه خصها تبدل ولكن او ميم طون كنتمنى شي ترموميكس. دعيو معايا دعي معايا باش يزيرموميكس هو اوموا كيكون صحيح زعما وتقدر تضرب به مده اللي هي طويله. يلا كنقول لكم تهلاو في راسكم في امان الله وي و نشوف ميرسي عندو الصح الجاج. تهلاو في راسكم في امان الله. نمشي ندير الكوتي انا ووليداتي وغادي نديهم للسبور اليوم. غادي يبدا الجران اليوم غنديهم للسبور ان شاء الله. يلا في امان الله ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.